ما السنة في الصلاة للشخص الذي يدرس في الخارج لمدة تصل 5 سنوات؟ ما السنة؟ ما السنة في الصلاة للشخص الذي يدرس في الخارج لمدة 5 سنوات؟ هل القصر أم الإتمام؟ وهل تجب عليه الجماعة خصوصا إذا لم يكن هناك مسجد قريب، بل كان هناك مصلى قريب حيث لا يوجد فيه إمام دائم، بل يصلى فيه بعض الأحيان 5 صلوات والبعض الآخر بعض الصلوات؟ الذي يقيم للدراسة أو غيرها في الخارج لا يجوز له القصر، لأنه أصبح مقيما وليس مسافرا، انقطع السفر، يجب عليه إتمام الصلاة، وصلاة كل صلاة في وقتها، ويجب على المسلمين اللي في مكان واحد أو متقاربين أنهم يصلون جماعة ولا يصلون فرادى، سواء صلوا في مسجد أو هيئوا لهم مكانا يصلون فيه. إذا كان هناك 2 فأكثر من المسلمين في مكان واحد أو متقاربين ومتجاورين